شو هو الميجا سنتر يلي أسقطوه نواب الأمة؟ الميجا سنتر هو أحد الإصلاحات يلي أجهضتها الأكترية بمجلس النواب، يسمح لأي مواطن مقيم خارج منطقة أيدو إنه يصوت بمكان إقامته. يعني بيكون عم يتحقق للناخبين التالي: أولاً، معالجة أزمة التنقل بيوم الانتخاب بظل ارتفاع أسعار المحروقات من جهة، من جهة تانية توفير عناء انتقال أبناء القرى الجبلية والبعيدة يلي ساكنين بالمدن أو بعيد عن مكان أيدهم. ثانياً، الحد من الضغط والتأثير السياسي والمالي على الناخبين وتأمين استقلالية وحرية الخيار. ثالثاً، رفع نسبة مشاركة الناخبين. ازدواجية الأكترية النيابية يلي أبطلت هالحق ما إلها حدود، هن ذاتهم يلي تفاخروا بانتخاب المغتربين بمكان إقامتهم سرقوا هيدا الحق من المقيمين. تخيلوا مثلاً إنه الناخب بأستراليا أو بالأرجنتين بيقدر ينتخب من مكان إقامته ممثلينه بلبنان وهو على بعد 13,000 كيلومتر، بينما ابن عكار أو الهرمل يمكن ينحرم من الاقتراع بيوم الانتخاب لأن ظروفه ما بتسمح له يروح على مكان أيدو. يلي عملوه نواب الأكترية الظالمة بحق اللبناني هو جريمة، هو ظلم وخوف من حرية الخيار. هيدي الحقيقة يلي لازم الشعب يعرفها.